وصفتنا لليوم 3 أنواع صوص لذيذة، صوص الثوم اللي دائما تسألوني عنه، وصوص الجبنة، والكوكتيل صوص، وكل نوع صوص من جد أطعم من الثاني. حبدأ أجهز الثوم، أحتاج لي نشا وموية، أقلبه لحد ما يتقل معاي الخليط، أنزل الخليط في الخلاط، ثوم، رشة ملح، والزيت، والمايونيز، وعصرة ليمون، أخلط كل هذه الأشياء ويكون جاهز معاكم ثوم البيك. وللصوص الثاني أحتاج لي زبدة والدقيق، أنزل عليهم الحليب بالتدريج، وبعدها حضيف عليهم الجبنة وأقلب، ورشة ملح ممكن تضيفوا عليه، وخلاص كده يكون جاهز معاكم أطعم وأسهل صوص جبنة ممكن تعملوه. وللصوص الكوكتيل أحتاج لمايونيز وكاتشب وباربيكيو صوص والشطة الحارة، أضفت عليهم المخلل وقلبته، وبكده 3 صوصات صاروا جاهزة معايا. من جد كل نوع صوص أطعم من الثاني، قدموها مع أي شيء مع السندويشتات، وبالعافية عليكم. اليوم بحضر معاكم أفضل صوصات للبطاطس بطريقة سهلة ومرة لذيذة. أول 2 بنستخدم فيهم مايونيز، بعد كده حضيف الكاتشب على 2. الأول بضيف عليه خردل، والتاني حضيف عليه عسل، وكمان مخلل الخيار حلو وخل تفاح، وبنضيف خل أبيض على التاني، وبعد كده بضيف البهارات عليهم 2، وبكتب لكم هي تحت. ثالث واحد بيكون عبارة عن مايونيز مع الثوم والشمندر، حضيف مايونيز وثوم مفروم، شوية بهارات وعصير شمندر، وبكده صار جاهز معايا. آخر حاجة بسوي صوص الجبنة المعتاد، كريمة طبخ وجبنة، حضيف عليها ملح وفلفل أسود، وبكده صار عندي 4 صوصات للبطاطس، مرة سهلة ومرة لذيذة، ولازم تجربوها. مساء الخير. اول صوص الكوكتيل كاتشب مايونيز شطه، ونقلبهم مع بعض بس كذا ويكون جاهز. والصوص الثاني ثوميه، اول شيء بسوي خليط النشا، مويه نشا، ونقلبهم مع بعض على نار هاديه وبس كذا. خليط النشا جاهز، نخليه يبرد تماما في الخلاط، بحط خليط النشا بعد ما برد، والثوم، مويه بارده، ملح، ليمون، وزيت وبس كذا، ونخلطهم مع بعض. والصوص الثالث صوص الجبن، كريمه طبخ وجبنه شيدر، ونقلبهم مع بعض على نار هادية وبس كذا. صوص الجبن جاهز. وبس كذا. وبالعافية. والطعم من جد جنان.